سلام فاطمة زهرة، كومون صافا؟ صافا الله يبارك فيك، مرحبا. علاش قررتي واحد النهار تقطعي شعرك؟ كنعرفوا ان النساء كاملين ما كيسخاوش بشعرهم. كنخدم على التعلق، كنخدم على لاتاشمون. بغيت نمشي جوسكو بو فشنو هما الحويجات اللي ممكن نتخلى عليهم بالتخلي، واللي كانوا بيان سور اللي كانوا بغيت نشوف واش التغيير غنقدر نمشي فيه جوسكو بو ولا لا، ولكن مع قطع التعلق مع شي حويجات اللي هما ماديه. غادي نزيد نحكر عليك ونسولك علاش لو فيت دو بروندر دي ديسيزيون باغي كيرتبطوا بالنفسيه، كيرتبطوا بلا تدام ديالك، واش سي لو كا ملي قلتي النفسيه ولا تدام؟ نسطروا على لي تدام، لان كاينه واحد الرحله روحيه، حيت حنا ارواح كندوزو تجربه ماديه ماشي لو كونترير. دونك كاين واحد الارتقاء كيقلب عليه كل انسان ميبي، فاش كتوصلي لواحد المستوى في الوعي فعلا ما كيبقاوش يبانوا، ما كيبقاش حتى النفسيه ما كتبقاش هي اللي كتحكم، كيوليو شي حويجات اخرين هما اللي كيتحكموا. فثقي بيا، ما كانش لا ازمه نفسيه ولا حتى شي حاجه، كانت مساله ديال التعلق. زعما الا فهمنا هذه المساله هذه ديال التعلق، بغيت نتخلى على شي حوايج اللي هما غاليين، راه غنفهموا بان راه ما كاينش حتى شي حاجه سميتها ازمه نفسيه وداكشي. ما كنشوفوكش من ما بين الفنانات اللي كيافيشيو حياتهم في لي ريزو سوسيو والعلن، واش هذا اختيار ديالك شخصي ولا ما بغيتيش تركبي على الموجه؟ واش غادي نقول لك، انا عمرني ما درت السيرف، ويمكن ما نعرفش ليه والموج تقدر تبتلعني، دونك ما كنعرفش بيان سور نركب على الموجه. وحاجه اخرى، هذا اختيار كان من الاول، يعني ما بيني وبين الناس، بيني وبين الناس، فاطمة زهرة الفنانة، فاطمة زهرة الإنسانة، كنخليها ليا والناس اللي قراب ليا. واش كتشري راحة البال ديالك هكا؟ أنا راحة بالي شاريها بزاف ديال الحوايج، باش بيعها بزاف ديال الحوايج، ماشي غير هكا. أنا بالنسبة لي لي ريزو سوسيو ولا الخروج ولا هذا ما كيشكل حتى شي أهمية ولو 10% في حياتي، حيت عندي حياة أخرى. ولكن كاين واحد الممثلات، واحد الممثلين اللي لي ريزو سوسيو ولاو كيمثلوا ليهم شي حاجه مهمه، كتزيدهم في بالنسبه لهم، كتزيدهم في الشعبيه ديالهم، في لا كارير ديالهم. بيان الله يسهل على كل واحد يحقق شنو بغى وبالطريقه اللي بغى. انا كيف انا ما كنديها في حد، انا كنكونسونطري غير على راسي، كنديها غير في راسي، ما سوقيش الاخر اش كيدير ولا هادوك تيديروا ولا ما لا اهتم بتاتا الاخر. واش ندمتي على شي حوايج في حياتك فاطمة زهرة، ولا كلشي اي حاجه دازت على الراس كتقولي مزيان؟ لا، ما ندمت على حتى شي حاجه، بالعكس فرحانه باي حاجه دازت عليا او دوزتها، او ما ندم على والو ولا شعره. دابا انا كنشوفك عاوتاني انسانه قويه. باش نقول لك، القوه راه ماشي نخلع عباد الله ندير ديك القوه، راه ماشي هذيك القوه، هي الصبر، هي التحمل، هي انك جوستومون يدوزوا عليك الدكاكات وتبقى واقف. القوه هي النخله اللي كتلعب بها العاصفه وكتبقى واقفه، كتقدر تنزل حتى الارض، توصل الارض وترجع، هذه هي القوه عندي. ما داكشي ديال ما كبرت فيه، راني بالدرب سلطان ولعبت كره مع الدراري وداكشي كان كيحسب ليا في الشباب وفي العنفوان ديال هذا وداكشي، راه هي القوه. مي راه قلت لك، ملي كتبدا الوعي ديالك كتخدم عليه باش يزيد شويه الفوق، كيبدا يبان لك راه ها القوه فين كاينه، ها سميتو هذا ومن هنا للقدام شوف اش غيبان لي عاوتاني. انت فاطمة زهرة كامرأة، شكون موراك؟ الحب الاكبر لإله الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقني، هو اللي قادر بيا، هو اللي عطاني، هو اللي حيد ليا، هو اللي ورايا ما قدامي حد. ولكن زعما ما عندكش شي واحد في المقربين في في في, في العائله ديالك اللي هو كتستمدي منه القوه؟ لا، كنت انا اللي مصدر القوه ديال العائله ديالي الصغيره، كنت انا اللي وراهم، كنت انا اللي سند، دونك فوالا ما لقيتش شي حد ورايا ولا قد الله عز وجل بوحده. اكيد الله راه معنا كاملين، ولكن انت دافوا في لي مومون دو فيبليس ما كتحسيش باللي
متحسش بداك لو بوزوان ديال انه يكون شي واحد معاك في لافامي ديالك في صحابك. من ضمن الحوايج اللي داخله في التعلق هي هاد الحويجات هادي، هي انك ما تلجأ لتا شي انسان الا الله عز وجل، حيت ما عندش شي واحد باش غادي يعاونك ولا باش غينفعك ولا باش غيوقف معاك، ما كاينش. وليت هيومان اي كرويل، يعني شنو ما كانت الصداقه والحب فين وصلوا لاقصى سميتو، غدا كيصبح هادوك واليوم كيكون عدوك وغدا كيصبح حبيبك. تو سي لي تريما هكا غادي. حنا تركيبه بشريه نفسيه معقده، ما كنصدعش راسي بزاف بهاد الحويجات بزاف، ولكن هاد المساله ديال التخلي والمساله ديال انني ما نبقاش متعلقه بالاشخاص، ما نبقاش متعلقه بالاشياء، ما نبقاش متعلقه بالافكار، ما نبقاش متعلقه بداك العناوين العريضه اللي كتقال وتربينا بها وكبرنا بها وداكشي. هاد الحويجات هادو بديت كنقيهم شويه بشويه. السؤال كيبقى علاش، واش انت تعرضتي لغدر في الحياه ديالك؟ واش ضريتي بزاف؟ واش دسيتي حوايج خايبين اللي خلاوك انك توصلي هاد المايند سيت دابا؟ الجواب هو السؤال، الجواب على السؤال ديالك هو انني انسان تيدوز واحد الاختبار مادي، وكيدوز بزاف ديال الحويجات، تيدوزوا عليه بزاف الحويجات، وخصو يخرج بدي كونكلوزيون الا بغى يكون راه دوز وصل لواحد شويه في المستوى الوعي وصافي. هادشي اللي كاين، الغدر وهذاك الشيء وهذاك كلشي كيدوز عليه، الغدر وكلشي كيغدر وكلشي كيرافق وكلشي كيكذب كلشي. راه حنا بنادم، باش ما نبقاوش نقولوا داك الشيء ديال حنا ملائكه، كلنا كنديروا كلشي. هادشي اللي كاين، غير كيبقى شكون اللي باغي يغلب لونج ولا لو ديابل، فوالا، ولا لو مال و لو بيان. شنو الميدان اللي كنتي غتشوفي فيه راسك كثر لو ما كنتيش في الميدان الفني؟ لا بسيكولوجي، كان هذا هو الحلم، ولكن ما كملتش القرايه لظروف ما، ومزيان ما كان كنعيشوا دابا كاع الشخصيه، ماشي غير كنهضروا عليها، كنعيشها مزيان. عندك شعبيه خاصه ما بين الناس؟ حب الناس فاش كنتلاقى مع الناس وكيعنقك شي حد كنحس بالحب. فاش كيهضر معك شي حد كيهضر معايا بصدق، لانه كيعرفني سنين، وهذا الاحساس كان في الاول كيجيني شويه غريب، ولكن من بعد ولفت وبالعكس ولا عندي، وليت كنتلاقى مع الناس وكنعنقهم وكنهضر معاهم وعادي، فهمتي؟ بحال كنعرفهم، لان فهمت بانني كندخل لديورهم بلا ما نستاذن، تيشوفوني جالسه معاهم، تيكونوا جالسين وسط وليداتهم وسط، دونك وليت كنفهم بان راه الناس انا راه كيعرفوني واخا ما كنعرفهمش، دونك وليت كنتعامل معاهم على انني كنعرفهم وكندخل لدارهم. وفي لي ريزو سوسيو بالنسبه لك الناس اللي كيبقاو يكومونتيو لك حوايج زوينين وكيقول لك كتعجبينا وداكشي، بالنسبه لك ما كيوصلكش الحب ديالهم؟ سي كيوصل الحب، سوف كي ما عرفتش انا ورا اباغاي، ما انا ما عنديش علاقه بداكشي ديال السلوكه وداكشي، ما عنديش معاه، ما كان معاه عندي، ما مازال ما بغاش يدخل لي لدماغي، باقا عايشه عايشه في لا كونيكسيون اونيفيرسيل، ما قدرتش. عندكش مع التكنولوجيا التليفونات؟ شتي لا تكنولوجي ما قدرتش، كتبان ليا فيك، ماشي في العوض ما نعيش واحد اللحظه اومبلومون كنمشي نصورها، وراه ما عشتهاش، راه مشات. واش فهمتي؟ دابا راه ممكن يقولوا الناس هذه راه شويه لاباس، والله انا جو سي، باسكو المحيط اللي داير بيا كامل بحال دابا. مزيان، انا قلت لك انا ما كنعرفش نسورفي، اللي كيعرف يدير السورف الله يسهل عليه، سهلينا. ما كتدخليش كاع لي ريزو سوسيو وتدخلي وتشوفي هادي والو. كنشوف عندك كونت في الانستغرام داروا خويا عبد الرافع، مسيرو خويا عبد الرافع، هو اللي كيهضر مع الناس. انا راه ما كنعرف حتى شي حاجه على داك الكونت، هو اللي كيحط صور، حدو كيصيفط ليا كيقول لي غنحط هاد لا فوتو في الواتساب، اشنو نكتب؟ كتابات ديالي فقط. هادي القناه ديال اليوتيوب هو اللي دارها، لانه هو ولد هاد الجيل، وكي دراري كبروا في هاد سميتو. انا ما قدرتش. ما كتدخليش تشوفي، ما كيضركش راسك تشوفي شنو واقع؟ ضرني لا راسي ولا رجلي، ما عنديش موت المشكل، انا اقسم لك بالله ما عنديش مشكل. علاش غندخل يضرني راسي على زعما؟ علاش غيضرني راسي على شي حاجه اللي ما كايناش في الاصل، غير واحد الحاجه مكتوبه؟ انا مالي،
ولا قالوا شي حاجه، حيت كاينين جوج الحوايج تقالت فيك واحد الحاجه، عندك جوج الاختيارات، يا اما ديك الحاجه ما فيكش دونك راه لا بارول ما تادريساتش ليك، اما فيك خصك تقبليها وما خصكيش تقلقي بوين باغ. هادشي اللي كاين، هذا هو مبدئي في الحياه. غايقول شي واحد شي كومونتير كان فيا، كنقول ما وي راه فيا مرتاحه ولا ما مرتاحاش، داكشي كيبقى بيني وبين راسي. قبلته ولكن كنقبل النقد، الا ما كانش فيه كنقول راه ما تيهضروش عليا باسكو انا ما دايراش هكا، سالينا صافي. كنحاول نفهم كيفاش كتفكري وكيفاش كتشوفي الامور، وهذا كل واحد عنده لشوال انه يختار كيفاش الحياه ديالو تبغى تكون. يا ريت غير يا ريت كل واحد يختار، يا ريت ما نكونوش قطيع، يا ريت كل واحد يخرج راسو ويطل اش كاين خارج الاطار. يا ريت. شنو تعلمتي من الحياه؟ تعلمت من الحياه ان الدوام لله عز وجل، حتى شي حاجه ما كدوم، حتى شي حاجه دوم الحال من المحال. هادشي اللي تعلمت منه. بزاف ديال الناس اليوم كيجريو مورا الفلوس، كل ما هو مادي، حيت تانفلونساو بناس اخرين بداكشي اللي كيكون في لي ريزو سوسيو. واش فاطمة زهرة بن ناصر ما الفلوس بالنسبه لها غير فلوس؟ ما كيسوي عندي والو نهائيا. ويمكن اول حاجه قطعت مع التعلق هي الفلوس، حيت عارفه راسي الا شديت هاد الفيلا كلها وحطيتها بالملاير وشعلت غير وقيده، درت غير في القند هكا، غيولي كلشي رماد. دونك اش كيسوى؟ انا بالنسبه لي ما كيسوى والو. داروا باش يحركوا الحياه، باش كتحرك، ماشي باش نعبدهم، ماشي باش يوليو هوس، ماشي باش يوليو هما المبتغى، هما غير وسيله. بالنسبه لي ما كيسوى والو، كيسوى والو بصح. وهادشي علاش كنبان للناس ما كنلبش مزيان، ما كنتهلاش في راسي، حيت ما بالنسبه لي انا ما دابا انت ما تقوليش خرج هذا الساك خصني نمشي نشريه، وداك الساك كيدير مثلا 30 مليون. ها 30 مليون نمشي نشوف واحد مسكين ما عندوش دار ونشريها له؟ 30 مليون نشري الساك اش غندير به؟ اش غندير فيه؟ نخبي فيه روحي باش ما تزهقش؟ صافا با ها ويلي على 30 مليون ساك. لا هادشي كاين. كاين 30 مليون ساك، كاين 30 مليون ساك. وزيد في ذلك. لا انا ما عارفاش هادشي، انا عايشه يمكن في شي عالم اخر. ما عارفاش هادشي. كاينين زعما فنانات ومشاهير اللي كيضادوا، انا هزه ساك داير 10 مليون. كدوي لي على شي حاجه اللي انا ما عارفاهاش، انا راه انت ما مدخلاش راسك في هذاك الشيء. ما عارفاش دابا كدوي لي على شي حاجه اللي انا بالنسبه لي ما كايناش. ولكن واش كيبان لك زعما ان الانسان خصو يتضاد على انا نلبس حسن منك وندير حسن منك، ولا انه خصو داك الطاقه اللي كيضيعها في هذا الشيء يضيعها في شي حاجه اخرى اللي غتفيدو اللي غتطور منه كشخص؟ انا لا كنت ضد مع فاطمة الزهراء البارح باش تولي حسن اليوم، ومع فاطمة الزهراء اليوم باش تولي حسن غدا. هذا الشيء فاش تنتضاد، ما سوقي في حد، ما تنسوق لحد، ما شغلي في حد. اللي مات الله يرحمه، اللي ولدت الله يسهل عليها، اللي تزوجت الله يوطل ليها، اللي طلق الله تعالى يسهل عليه، ما شغليش انا. انا هادشي ما سوقيش بصح، ما سوقيش. جو دي لا فيغيتي، كنحب كاع الناس، كنحترم كاع الناس، وكنحترم اختيارات كاع الناس. ولكن غير دابا انا فاش كتقولي لي ساك 30 مليون، ما كثار. ايوا الله يزيدهم. غير كنقول هاد الناس الا كان عندكم فريمون باش غتشريو ساك 30 مليون، دونك راه عندكم تبارك الله الفلوس بزاف، وديروا شي حويجات اخرين. في الحياه اليوميه ديالك شنو كديري؟ الا ما كانش عندك تصوير، ما كانش عندك شي عمل؟ كندير والو، كناكل، كنشرب، كندخل للطواليت بحال عباد الله، كندوش، كنلبس حوايجي، كنخرج ندير شويه د لامارش، كنكتب، كنهضر في التليفون مع لا فامي، كنهضر مع راجلي في الليل صافي، ما حيت كنتلاقاو حتى الليل، هو خدام انا خدامه. هادشي اللي كاين. الزواج بالنسبه لك واش هو امان؟ كتستمدي منه الطاقه ديالك؟ الزواج تجربه كنعيشها، نقدر نجاوبك من هنا لواحد شويه ديال الوقت، كنعيشها يلا دابا 3 سنين دابا تزوجت في 2020. تجربه زوينه بالنسبه ليا، عطاني ربي ولد الناس، خلوق، مستوى ثقافي جميل جدا، حنين، راجل،
فوالا هادو هما الحويجات اللي مخليني نبغي راجلي. الله يكمل عليك بالخير. شي نصيحه تقاسميها مع الناس؟ احنا ماشي كسدات، احنا ماشي اجساد، احنا ارواح في تجربه جسديه او ماديه. ماشي نصيحه، هي غير طلب. راه كل واحد فينا عنده لداخل شي حاجه كتبرزته وما عارفش حتى شنو هي، ولا نتصنتو غير لدواخلنا وما نبقاوش عايشين بزاف في السطح. حيت القاع القاع قد ما انا فاش كنسمع القاع مزدحم اولا سميتو كنقول فينا هو القاع مزدحم، السطح اللي مزدحم. حيت القاع فاش كتنزلي، واخا كتنزلي كتضربي وكتعاودي تطلعي، كي كتعاودي تطلعي باجاج جديد. ما السطح اللي مزدحم ماشي القاع.